الخبرة الوطنية للصحافة في دورته 17؟ حقيقة هذه السنة كانت الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة كانت متميزة بشكل كبير، لا على مستوى النوعية ديال 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 الجوائز، ولا كذلك حتى على مستوى الأصناف الصحفية اللي كانت، وحتى الوسائل المتعددة. حقيقة نحن نرى أن هذه الدورة هذه تعتبر ميلاد جديد بالنسبة لنا نحن كصحافة إلكترونية، لأن لأول مرة بالنسبة لنا تدرج إحدى المواقع الإلكترونية التابعة للكونفدرالية ضمن المنافسات ديال التباري ضمن الثلاث الأوائل، وخا ما فزناش ولكن كنا ضمن الثلاث الأوائل في شخص العضو الكونفدرالية بجهة فاس مكناس، جريدة الإلكترونية ديال صدى المغرب اللي شاركت بواحد العمل متميز. كذلك ما لاحظناه هذه السنة هو أن الفائزين كانوا يعني أسماء مرموقة لها كفاءات عالية، لا على مستوى فئة الشباب ولا على مستوى الرجال يعني الشيوخ الذين أعطوا الشيء الكثير لهذه المهنة هذه، فكانت بحق لا المواضيع المتناولة ولا كذلك الأسماء الفائزة كلها كانت متميزة. ولكن أهم ما يشد الانتباه في هذه الدورة الدورة 17 هو الإعلان ديال السيد الوزير على أن هذه على أن السنوات المقبلة الدورات المقبلة ستعرف ارتفاع ديال 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 الجائزة على مستوى القيمة المالية ديالها، وهذا في حد ذاته يعتبر تشجيع كبير للصحافة عامة والإلكترونية خاصة، لأننا نتوسم الخير في هذا الوزير على أن يرفع من 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 التشجيع الكبير لا المعنوي ولا المادي للصحافة الإلكترونية اللي كما قلت للآن أصبحت تشكل هي نبض الشارع بشكل كبير بكل ما تحمل الكلمة من معنى. سألنا قبل قليل السيد الوزير بإحداث جائزة خاصة للصحافة الإلكترونية وقال نحن نفكر في هذا الأمر، شوفوا هذا الخبر صار طبعا. حقيقة هذا لا تحقق، راه نعتبروا احنا مكسب لنا الصحافة الإلكترونية بوحدها هي 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 هي, هي عالم مستقل بذاته، تجمع بين ما هو يعني متعددة الوسائط ما بين الصورة ما بين الإذاعي ما بين التلفازي ما بين الكتابي، جميع الأنماط وأشكال والوسائل ديال الاتصال كتجمع الصحافة الإلكترونية، بمعنى هي بوحدها يعني مجال مستقل بذاته. فالدعوة إلى جائزة خاصة بالصحافة الإلكترونية هي حقيقة نعتبره احنا مكسب، إلا مشات تتحقق هذا حلم يراودنا احنا يعني هذه تقريبا شي ثلاث سنوات. إلا كانت الوزارة غتقوم بتبادل بهذا العمل فعمل هذا جبار كبير بالنسبة لنا، ما كانش احنا غادي نقدروا نقوموا بهذا العمل بشراكة مع القطاع الوسيط.